الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. طيب إلى المغني قال فصل يتكلم هنا على مسألة إسقاط استقبال القبلة. إسقاط استقبال القبلة، تعلمون بأنه تكلم على استقبال القبلة وهي شرط في صحة الصلاة لقول الله جل في علاه: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، نعم. وقد تسقط كما قلنا في السفر في النافلة، ولأن الأصل في النافلة التيسير أو التكثير، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فأما الماشي في السفر فظاهر كلام الخرقي أنه تباح له الصلاة في حالة مشيه لقوله: ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة. قال المصنف هو أحد الروايتين عن أحمد، فإنه قال: ما أعلم أحدا قال في الماشي يصلي إلا عطاء، ولا عجبني أن يصلي الماشي فيها. وهذا مذهب أبي حنيفة، وحق مذهب الجمهور مذهب الحنابلة الرواية الأخرى عن أحمد والشافعية والمالكية على أنه يصلي ماشيا مستقبل أو غير مستقبل، لأنه إن كان راكبا لا يستقبل، فأيضا الماشي لا يستقبل، أيضا الماشي لا يستقبل. والرواية الثانية عن أحمد: له أن يصلي ماشيا، نقلها مثنى بن جامع وذكرها القاضي وغيره، وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ثم ينحرف إلى جهة سيره ويقرأ وهو ماشي ويركع ثم يسجد على الأرض، وهذا مذهب عطاء والشافعي. وقال الأمدي: يومئ بالركوع والسجود كالراكب، لأنها حالة أبيح فيها استقبال ترك الاستقبال، فلم يجب فيها الركوع والسجود كالراكب. والحق أن العلة أيضا متمكنة فيها، والعلة هو التكثير أو التيسير من التكثير من النوافل. وعلى قول القاضي الركوع والسجود ممكن من غير انقطاعه من جهة سيره فلزمه كالوقف. واحتجوا بأن الصلاة أبيحت للراكب لئلا ينقطع عن القافلة في السفر، وهذا المعنى موجود في الماشي، ولأنه إحدى حالتي سير المسافر فأبيحت الصلاة فيها كالإفراد. ولنا أنه لم ينقل ولا هو في معنى منقول، لأنه يحتاج إلى عمل كثير ومشي متتابع يقطع الصلاة ويقتضي بطلانها، وهذا غير موجود في الراكب فلم يصح الحاق به. ولأن قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة عام، يعني ترك في موضع الإجماع بشروطها الموجودة ها هنا، فيبقى وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم. والحق أن نقول أن الماشي أيضا إن كان ماشيا لو في الحضر له أن يصلي إذا كان متجها إلى القبلة، إذا كان متجها إلى القبلة، نعم. أما إن كان متجها للقبلة له أن يصلي ويومئ ركوعا وسجودا على التيسير، وإن كان مسافرا قد يتصور في المسافر الماشي، لكن هذا ليس في هذا الزمان. وإن كان ماشيا وغير مستقبل لو استقبل، لأنه يسهل عليه استقبال على من شرط الاستقبال عند الصلاة، لو استقبل ثم مشى حتى ولو كان غير متجه إلى القبلة له أن يصلي، لكن قالوا يركع ويسجد لأنه يستطيع ومتمكن من الركوع والسجود. والصحيح أن نقول ما دمنا أبحنا له عدم استقبال القبلة فله أن يركع ويسجد إيماء تيسيرا عليه في هذا الباب. فصل: إذا دخل المصلي بلدا ناويا للإقامة فيه لم يصل بعد دخوله إلا صلاة المقيم، وإن دخله مجتازا به غير ناو للإقامة فيه ولا نازل به أو نازلا به ثم يرتحل من غير نية إقامة مدة يلزمه بها إتمام الصلاة، استدام الصلاة وما دام سائرا، فإذا نزل فيه صلى إلى القبلة، يعني نزل إلى المحل الذي ينزل فيه من السفر فهو لا يصلي إلا إلى القبلة، لأنه صار نازلا وبنى على ما وضع من صلاته، كقولنا في الخائف: إذا آمن في أثناء صلاته. ولو ابتدأها وهو نازل إلى القبلة ثم أراد الركوب أتم صلاته ثم ركب وقيل يركب في الصلاة ويتمها إلى جهة سيره كالآمن،
إذا خاف في أثناء صلاته. والفرق بينهما أن حالة الخوف حالة ضرورة أبيح فيها ما يحتاج إليه من العمل، وهذه رخصة ورد الشرع بها من غير ضرورة، فلا يباح فيها غير ما نقل فيها ولم يرد بإباحة الركوب الذي يحتاج فيه إلى عمل وتوجه إلى غير جهة إلى غير جهة القبلة ولا جهة سيره، فيبقى على الأصل، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. قال: مسألة: ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة إن كان يعينها فبالصواب، إن كان وإن كان غائبا فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها. يبقى إذن له حالتان الآن: حالة أنه موجود عند والكعبة موجودة، فهو يعني وجب عليه أن يتجه إلى الكعبة، إلى عين الكعبة. لا يصح أن يصلي لغير عين الكعبة، إلى عين الكعبة يصلي. وإن كان بعيدا عنها فالمفترض عليه أن يصل إلى جهتها، المفترض عليه أن يصل إلى جهتها. ولذلك قال المصنف: قد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، والفرق بين الفريضة والنافلة. هذا في التأصيل العام، والنافلة تسقط في السفر كما قلنا، سواء كان سفرا قصيرا أو سفرا طويلا، لأنه شرط للصلاة فاستوى فيه الفرض والنفل كالطهارة والستارة، ولأن قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، عام فيهما جميعا. ثم إن كان معينا للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا. قال ابن عقيل: وإن خرج بعضه عن مسامتة الكعبة لم تصح صلاته. وقال بعض أصحابنا: الناس في استقبالها على أربعة أضرب، منهم من يلزمه اليقين وهو من كان معينا للكعبة أو كان بمكة من أهلها أو ناشئا بها من وراء حائل، قال محدث كالحيطان، ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقينا. وهكذا إن كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتيقن جهة الكعبة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في المكان كما قال علماؤنا، إذا استطاع أن يصل إلى عين الكعبة، أو قل لا يكون في اجتهاد في نظر، يصل إلى عين الكعبة، فواجب عليه أن يصل إلى عين الكعبة. لو كان في المسجد الحرام أو كان يعني في الأدوار العليا، فإنه لا يصح له الصلاة إلا أن يرى عين الكعبة. أما إن كان بعيدا والحيطان قد فارقت بينه وبين المسجد، فالواجب عليه هو استقبال الجهة. قال بعض أصحابنا، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال بعض أصحابنا: الناس في استقبالها على أربعة أضرب، منهم من يلزمه اليقين وهو من كان معينا للكعبة أو كان بمكة من أهلها أو ناشئا بها من وراء حائل محدث الحيطان كما بينا. الثاني من فرضه الخبر، وهو من كان بمكة غائبا عن الكعبة من غير أهلها، ووجد مخبرا يخبره عن يقين أو مشاهدة، مثل أن يكون من وراء حائل وعلى الحائل من يخبره أن أو كان غريبا نزل بمكة فأخبره أهل الدار، وكذلك لو كان في مصر أو قرية ففرضه التوجه إلى محاربيهم وقبلتهم المنصوبة، لأن هذه القبل أو القبل ينصبها أهل الخبرة والمعرفة، فجرى ذلك مجرى الاجتهاد. يعني معناه أنه يكون مقلدا فينظر للمجتهد فيتابعه على ذلك، ونخبره مخبر من أهل المعرفة بالقبلة إما من أهل البلد أو من غيره، صار إلى خبره وليس له الاجتهاد، كما يقبل الحاكم النص من الثقة ولا اجتهد. الثالث من فرضه الاجتهاد، وهو من عدم هاتين الحالتين وهو عالم بالأدلة. الرابع من فرضه التقليد، وهو الأعمى ومن لا اجتهاد له. وعدم الحالين ففرضه تقليد المجتهدين، يجب على هذا على هذين المجتهدين، والواجب على هذين وسائر من بعد عن مكة طلب جهة الكعبة دون إصابة العين، لأنه بعيد ولا يستطيع أن يصل إلى عين الكعبة، فهنا اتقوا الله ما استطعتم، فيذهب يعني باجتهاده إلى أن يصل إلى جهة الكعبة لا العين الكعبة. وقال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد ولكن يتحرى الوسط. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، أو قال الشافعي في أحد قوليه كقبلنا، والآخر الفرض إصابة عين قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره. المعتمد في مذهب الشافعي هو الجهة ليس العين، الجهة، ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة فلازمه التوجه إلى عينها كالمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولنا
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق وقبلة، وأيضا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وظاهر أن جميع ما بينهما قبلة، ولأنه لو كان الفرض إصابة العين لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستوي، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى القبلة مع طول الصف إلا بقدرها. فإن قيل ما مع البعد يتسع المحاذي، قلنا إنما يتسع مع تقوس الصف، أما مع استوائه فلا، وشطر البيت ونحوه وقبله. فصل. فأما محاريب الكفار فلا يجوز أن يستدل بها، لأن قولهم لا يستدل به فمحاريبهم أولى، إلا أن يعلم قبلتهم كالنصارى، يعلم أن قبلتهم أو يعلم أن قبلتهم المشرق، فإذا رأى محاريبهم في كنائسهم علم أنها مستقبل المشرق، وإن وجد محرابا لا يعلم هل هو المسلمين أو لغيرهم اجتهد ولم يلتفت إليه. هذه مسألة برمتها هنا، إذا كان في محلة يستطيع أن يصل القبلة يعني يقينا فلا صح له أن يصل إليه ظنا، والمعنى أنه إن استطاع أن أسأل من كان يعني عالما باتجاه القبلة ليس له أن يجتهد في اتجاه القبلة، وإن كان أيضا عنده مسجد مثلا في المحلة وهو في البيت في الشقة بيبحث يقول طب هنا على اليمين على اليسار ويجتهد والمسجد تحته وخالف القبلة صلاته باطلة ووجب عليه الإعادة، لأنه قدر على 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 على, على اليقين، واليقين لا يمكن أن يذهب المرء معه إلى الظن، اليقين لا يمكن المرء أن يذهب معه إلى الظن. فصل. صلى على جبل عال يخرج من مسامته الكعبة صحت صلاته، وكذلك لو صلى في مكان ينزل على مسامتها، لأن الواجب استقبالها وما يسامتها من فوقها وتحتها، بدل ما لو زالت الكعبة والعياذ بالله صحت الصلاة إلى موضع جدارها. نقف عند هذه المسألة، يكون المغني أيضا لقد انتهت دروس الليلة والله الحمد والمنة، نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا ذلك. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.